هلا وغلا بحضراتكم، اهلا بجمهور التفاؤل والامل، اهلا بجمهور ابشر بالخير. هذا البرنامج الذي يعنى بتفسير الاحلام والرؤى من منظور شرعي ونفسي واجتماعي. نرحب بحضراتكم في هذه الحلقه على عبر الارقام التي تظهر على الشاشه لتواصلكم معنا من داخل الدوله 0922223 4 5، ومن خارج الدوله 00971 922223 4 5. ويمكنكم التواصل أيضا عبر رسائل فيسبوك على الصفحة الرسمية باسمي الدكتور الإعلامي أشرف العسال، أو على اليوتيوب تفسير الأحلام مع الدكتور أشرف العسال. كذلك يمكنكم التواصل عبر الفيسبوك لايف، واللي مش قاعد قدام التلفزيون يقدر يفتح أيضا قناة الفجيرة مباشر موجودة على الإنترنت للي سألوني الأسبوع اللي فاتت. أحبة الكرام، نرحب بكم اليوم. وقبل أن نبدأ التواصل عبر الرسائل وعبر الاتصالات، نأخذ قبس من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. واستوقفني المشهد ده العجيب، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبة إنا نراها في ضلال مبين. هو النسوة دول يقال إنها امرأة الخباز وامرأة السجان وامرأة الوزير فلان والفلان، اتكلموا في حق امرأة العزيز. يا ترى الكلمة اللي قالوها هم كانوا بيعاتبوا عليها فضيلة وكلمة حق؟ ليه بيقولوا امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه إنا نراها في ضلال مبين؟ هل الكلمة دي قصدوا بها الحق والفضيلة، إن إزاي يعني تخون زوجها؟ لا، هو اعتراضهم كان على إيه؟ على إنها هي امرأة العزيز وتنظر إلى خادم أو تنظر لواحد بيشتغل عندها، فلو نظرت لمن هو أعلى كانت الأمور مشيت. عشان تعرفوا قد إيه كانت الأجواء المحيطة بسيدنا يوسف، عشان تعرفوا يا شباب اللي بيسمعوني قد ايه الاخلاق كانت يعني مفيش حوالين سيدنا يوسف، قد ايه فتن اتعرض لها سيدنا يوسف، اجواء كلها يعني سبحان الله اخلاقيات منعدمة وخيانات وكذا. ورغم ذلك يوسف عليه السلام استطاع ان يمسك على دينه ويمسك على اخلاقه وعلى عفته. ليه ربنا بيجيب الايات دي لينا والصورة؟ عشان يقول لكل شاب مالكش عذر، بيقول لي أنا مسافر وكل الدنيا حواليا بره كده، لا، عمرك ما هتكون في الفتن اللي اتحط فيها سيدنا يوسف سنوات عمره كلها في عز شبابه. مالكش عذر انك تقول والله ربع كلهم كده، الكل بيغلط، أنا الوحيد اللي بقى فيهم يعني ملك، هدول المجتمع كله كده، لا، مالكش عذر. ولذلك القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. خليك علامة وبصمة حلوة بين الناس، بصمة أخلاق، بصمة عفة. لذلك إذا كلنا بقينا كده، كل شبابنا وبناتنا بقوا على منهج سيدنا يوسف من العفة والأخلاق، أمتنا تحيا، مجتمعنا يتقدم. قال الشاعر الحكيم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حبت الكرام، تعالوا بعد هذا القبس من قصة سيدنا يوسف استقبل اتصالات جمهورنا الغالي. ومعنا أول اتصال من سلطنة عمان. أهلا بأهل عمان، أختنا أم سلطان. السلام عليكم أم سلطان. أهلا بك أم سلطان، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ أهلا بك، أست الكل بخير والله الحمد لله رب العالمين. بس قال لي حلماني إذا ممكن. هلا وغلا، سريعا بس يا أم سلطان تفضلي. إن شاء الله. بس حلمت الحلم الأول إني حلمت فيه شخصين ذكر وأنثى. إيه؟ وكانهم يعني مدخلين السوق، سوق قديم قديم يعني، حتى الباعة يعني كل المكان طين وغبار وكذا. أوكي، تعرفيهم الأشخاص دول يا أم سلطان؟ أيوة أعرفهم، وكنا نحن أخواتنا، إحنا الأخوات الخمس، وكنا ماخذين ملابسنا في إيدنا، وهم كأنهم رايحين يبيعونا هذا السوق. يبيعوا ملابسكم؟ لا، يبيعونا إحنا الأخوات الخمس. يبيعوا الاخوات الخمس بنات كلكو؟ ايوه كلنا نحن البنات، كانهم رايحين يبيعونا في هذا السوق القديم. اوكي. وكانوا مفتخرين كثير، يعني شكلهم مفتخرين هم يعني. اوكي. على هذا الوضع. إيه؟ انتوا غير متزوجات يا ام سلطان؟ اي نعم، غير متزوجات. سمعتوا كده ان في عيله عايزين ياخدوكوا بالجمله لعيالهم وشبابهم، يعني يتجوزوكوا كده بالجمله؟ سمعت حاجه زي؟ لا والله. لا ان شاء الله ابشر، المنام دوت في معنى غريب جدا وجميل، هبشرك بيه. بس قولي لي الرؤيه الثانيه تفضلي. ان شاء الله. بس حلمت مره ان في وحده نفس هذه المراه. اوكي. قلنا يعني قلنا ارموا نفسكم في هذه المستنقع. هي المراه دي ظهرت في المنام الاولاني؟ ايوه هي نفسها.
هي نفسها اللي كانت عايزه تبيعكم انتوا الخمسه؟ ايوه نفسها. اوكي، وهي بتقول ارموا نفسكم؟ ايوه بس كنا لو اختي، فهي تقول لنا ارموا نفسكم في هذا المستنقع. اه ايوه، الاتصال قطع ام سلطان. طيب عاودي تكملينا ام سلطان عشان نسمع باقي المنام. معانا ام عبد الرحمن، منين؟ شكرا ام سلطان من سلطنه عمان. ام عبد الرحمن من ابو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ اهلا بك، مرحبا ام عبد الرحمن، الله يحفظك. يا رب، لو سمحت عندي حلمين برضو. طيب ماشي ماشي. الحلم الاول ان حلمت انه زوجي رجع على البيت، فلما دخل من الباب كان معه بيت، معه ورقه بيضاء، وبالايد الثاني حامل كيس فيه كنافه، كان مبسوط كثير. اعطاني الورقه البيضاء، فانا فتحتها، كانت ورقه A4 عادي بيضاء، وفيها مجسم لسمكه هامور بارزه لبرا، يعني كانها مرسومه بطريقه 3D. يا سبحان الله. هي هامور ولونها يعني كيف اسماك الزينه، اورنج على احمر هيك يعني ملون. وقال لي كان كثير فرحان طبعا فيها، فلما اعطاني اياها قلت له شو فرحان انه هاي ورقه عليها سمك يعني. قال لي هاي الورقه بتسوى كل فلوس الدنيا. هيك اسال لي الجمله. هي هو زوجك بيدور على عمل ولا منتظر حاجه رزق يجي له؟ هو عم بيبحث عمل فعلا. هيطب عليك الايام الجايه بحاجه وخبر سعيد، بس خليني اعلقك شويه واقول لك شو معناه بعد شويه ان شاء الله. الحلم الثاني ان شاء الله. الحلم الثاني حلمت انه اجاني اتصال من شخص ما بعرفه، وقال لي اروح على محل سوبر ماركت معين. ايوه. استلم هديه لإلي، يعني اخذ هديه. اوكي. فلما رحت لقيت جالون مي زمزم كبير، وكيس فيه زيتون، حب زيتون اخضر. الله. واستلمته، بس انا استغربت وقتها بالحلم انه 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 في مي زمزم بهذا المكان، انه انا مثلا البلد يمكن ما بيجينا مي زمزم او اي شيء. يعني هيك ما شاء الله ما شاء الله. اخذته ومشيت. بس انت شغاله بقراءه الرقيه او سوره البقره الايام دي وكده ولا ايه؟ صحيح. واضح المنام بين، احنا ما بننجم يا جماعه، المنام رموزه بتبين الشخص شو بيسوي مع الله او بيسوي مع الناس اللي حواليه. هفسر لك يا ام عبد الرحمن، ابشري وربنا يجعلك زخر لزوجك، لانك سند كبير لزوجك. المنامات دي بتبين قد ايه بيهمك امره، قد ايه عايله همه، ودي نعمه من ربنا اللي يديله زوجه تشيل همه مش تشيله الهم. شكرا ام عبد الرحمن من ابو ظبي. شو الاسم؟ ديدو من عمان، سلطنة عمان ولا سلطنة عمان؟ ما شاء الله سلطنة عمان النهاردة واخدين نصيب كبير من اتصال. أختي ديدو السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وغلا بيكي وبهلا سلطنة عمان الغاليين، الله يحفظك. كيفك دكتور؟ والله بخير الحمد لله. حياك الله. شكلك من المتابعين القدام. شكلك من المتابعين القدامة. أنا على اليوتيوب. على اليوتيوب، أهلا بيك يا ديدو، تفضل يا ستي. أيوة، اللي زعلانة مني عشان ما جاوبت على الأحلام من كتر الرسائل، اسمحي لي، أنا آسف والله. والله غصب عني. عادي عادي. كويس إن حصلتي خط، تفضل يا أختي ديدو. دكتور حلمت مرة إني طالعة على السطح. أوكي. وكأني ركبت شارات شيء نفس الصاروخ. ركبتي شو؟ شيء على ظهري نفس الصاروخ. أوكي. وطار فيني على السماء فوق. يا الله. وبعدين نزل، يعني المظلة ما فتحت عندي، نزلت على سريع الأرض. نزلتي بدون ما يحصل الحمد لله أي إصابات؟ لا لا الحمد لله، شفت عمود كهرباء في سلكين، مسكت السلكين انقطعوا، بس نزلت بسلام. نزلتي بسلام، يا سلام. الحمد لله. اوكي. كان في موضوع كده مر بيكي الايام اللي فاتت صعب شويه وكانت متازمه الامور، والله كرمك فيها ببركه التسبيح وقرايه القران. دكتور انا عندي مشاكل مع زوجي، بس الحمد لله هديت شويه. ايش هديت المشاكل حبتين؟ الحمد لله. ان شاء الله ببركه الرؤيه دي وتفسيرها الحين الامور هتبقى تستقر معاك. هقول لك معناها، قول الحلم الثاني. دكتور عندي حلم ثاني ممكن؟ هلا هلا تفضل. حلمت اختي ان انا وريلي عندها في البيت نتقهوي يا جماعه، نشرب قهوه ايوه اوكي ماشي. المهم شافت زوجي تقول باقي لك شويه وتصير ابيض.
شويه. هو شويه هو خمري او اسمر؟ هو يعني اسمر شويه. طيب الله يبيض قلبه ان شاء الله. ها وقال وفي عنده حبوب شويه بارزه نفس حب الشباب. الله ده داخل عليه فلوس. ان شاء الله اللهم امين. داخل عليه فلوس عشان يسعدك انت والعيال ان شاء الله ويرجعك ان شاء الله والامور تتحل. لا ان شاء الله ما يكونش فيها جوازه ثانيه. بيقولوا لي في الكنترول احسن يتجوز ثاني بالفلوس. لا ان شاء الله مش هيشوف غيرك يا اختي ديدو ان شاء الله. عينيه اللي عايزه ربنا يكرمها تدعي كده وتقول ايه يا رب زوجي ما يشوف غيري ابدا ويتعمي عن كل الحريم اللي انا. ان شاء الله ربنا يكرمك ويتصالح عليك. شكرا ديدو. اقول لك هلا وغلا هلا وغلا استكل. ماشي احلى حاجه ان الكنترول صاحي معايا حتى مع الجمهور واحلامه كلمه بكلمه. ده شيء يسعدني على فكره لان اذا ركز الكنترول والمصورين معنى كده الجمهور كله تركيز اضعاف مضاعف. اتفضل مين معانا. مع الله ينور عليك يا رب يا مهند. نور من ابو ظبي. السلام عليكم اخت نور. عليكم السلام. اهلا اهلا ابو ظبي يا مرحب. اتفضلي يا نور. دكتور حلمت انا بصديقه الي. كانت صديقه الي. اوكي. حلمت فيها اسمها تهاني. وكانت هي زعلانه مني. انا ما بتذكر الاحداث في الحقيقه ولا في الواقع؟ بالحلم. في الحلم كانت زعلانه. الواقع ايوه بالواقع احنا لنا فتره ما بنحكي مع بعض. من زمان يعني. ماشي. في اسباب بس انه خلاص تركنا بعض زمان. بس شفتها بالحلم زعلانه. اسمها تهاني وكمان بنتها اسمها فرح وعمرها 8 سنوات برضو كانت زعلانة مني. وما بتذكر شو بالضبط أحداث بس أنا نسيتها. بس الأهم إن هم كانوا زعلانين مني. ماشي 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 واضح. حاضر يا نور حاضر أجاوبك عنه بس تعملي بالنصيحة اللي تسمعيها من خلال المنام ده يا نور. أوكي بس هو بالآخر إشي هي صارت بدها تسلم علي بس على بس بالواقع الأسباب اللي أنا تركتها مش بإيدي يعني. أنا صار ظروف مع زوجي فبطل فينا بينا تواصل. بس أيوة بس هي في الحقيقة كانت عايز تسلم عليك. لا 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 ما في تواصل. لا أوكي. بالحلم بالحلم آخر إشي. طيب. كانت حابة تسلم علي وكل شيء. طب هو فسرت نفسها الرؤية في آخرها. لكن هل زوجك يعني لو رجعتي صديقتك تكلمك يعني هيكون في مشاكل كبيرة؟ يا عزيزي أنا مطلقة. أنا من أول ما صارت مشاكل مع زوجي خلص. كانت هي السبب مثلا؟ لا لا لا. طيب كانت ماشي. هي صديقة زوجي سابقا. أيوة طيب ماشي. كنا نطلع مع بعض نتواصل مع بعض بس لما صارت مشاكل مع زوجي صار طلاق بطل في تواصل معها يعني. بطل في تواصل. طيب حاضر أفسر لك المنام يا أخت نور بارك الله فيك. بنتها دكتور يعني الصغيرة. واضح واضح. سنوات. هقول لك اسمها فرح. هقول اسمها فرح. شكرا. حاضر. نعم. حاضر استكل. شكرا نور من ابو ظبي. اهلا وغلا. ايوه اختنا محمد من الشارقه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. هلا وغلا. وعليكم السلام باهل الشارقه. دكتور اشرف كيف حالك؟ الحمد لله استكل بخير الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. دكتور اشرف انا عندي حلمين. حلم حلم ولدي. نعم. ولدي يعني عمره 25 وحين حاليا نبحث عن زوجه يعني في الواقع. يا رب ارزقه بالزوجة الصالحة يا رب. اللهم اللهم. فهو حلم يقول لي أنا حلمت أن أبوي يقول لي يجيب كندورتك الكندورة والغترة والعقال. لا الكندورة والغترة عشان نوديهم المغسلة عشان يكون للملكة لعقد زواج. يعني الأب اللي طالب كندورته هو تتكوي. لا كندورة ولدي كندورة ابنه. أبوه طلب الكندورة. أيوة. يعني نجيب الكندورة. أيوة. عشان نودي المغسلة للكوي مع الغترة. بس يقول ماما إن لون الكندورة كانت زرقاء. زرقاء. أيوة. هو متردد في الـ في الـ في في واحدة معينة وريتها له الأيام اللي فاتت. هو والله كان سبحان الله كنا يعني نبحث عن واحدة بس يعني ما توفي. ما 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 مش الموضوع صح؟ لا ما مش. لانها ما نسبته في اخلاقها او طريقتها. أيوة. او اسلوبها. نعم نعم نعم. يا سلام الحلم فسر نفسه. اصل احنا عايزينها كندوره بيضاء يا ام محمد مش كندوره زرقاء. أيوة. الكندوره. أيوة. هي الخاطئ المخطوبه او الزوجه. قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن على الزوج والزوجه يعني. فهقول لك معناها كمان بس قولي لي الحلم الثاني. الحلم الثاني بعد هو نفسه ابني حلم يقول انا حلمت اني كنت مع اصدقائي امشي كاني سايق رحله او شيء
شفت جدتي، والجدة موجودة يعني على قيد الحياة الحمد لله، الله يطول بعمرها. أمين يا رب. يقول شفتها تخبز، تخبز أوكي، جالسة على المخبز وتخبز. يقول شفتها، أقولها جدتي جدتي اتكلمي بس، يعني لأن الجدة كبيرة، ولما شافتني حضنتني وقمت أصيح. يا الله. بس حلو هالحلمين. بس الحلم الكندورة يعني زركة، هو حاليا يعني طبعا من فترة هو تقدم مكانه يعني ما ناسبته وما مش الحال، بس حاليا نحن يعني نبحث له عن زوجة. هيرزق بالكندورة البيضة إن شاء الله قريب. أقول لك معناها إن شاء الله. الله. شكرا محمد، هلا وغلا. شكرا مع محمد من الشارقة. معنا أختنا هدى من السعودية، السلام عليكم. هلا بأخت هدى، السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. كل عام وأنتم بخير، وكل أيام السعودية أعياد والإمارات، يعني أسأل الله أن يجمع بينهما دائما على الخير. كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد الوطني للسعودية. وأنت بخير. الله يسلمك. تفضل يا أختي. لو سمحت أنا عندي حلمين كثار. هلا تفضل. أول حلم أني كنت حلمت أني شفت نفسي وأنا داخلة بيت الوالدة. والوالدة في الواقع هي متوفية. الله يرحمها. وجدتها فيه، هي في البيت ومع أخوي المتوفي برضو. فهي لقيتها فرحانة، يعني فرح شديد اني زرتها، يعني جيتها بالبيت. الله الله. وقالت لي وانا اتكلم معها وكذا، قلت لها برقى بطلع فوق يعني الدور الثاني. حلو. قالت لي قبل ما تطلعين شوفي هل الشنطة هذه شنطة سفر صغيرة. ايوة. شوفي فيها اشياء، خذي اللي تبين منها. مين هديل؟ مين هديل؟ ما هو هديل، تقول خذي اي شيء تبينه من الشنطه. قالت لي خذي هديه يعني. اي تقول خذي اللي تبينه من الشنطه. جميل. فتحت الشنطه لقيت فيها حذاء وشال، وكاني اخذت انا الحذاء والشال، ونظرت الحذاء وله يعني زين، يعني مثل اللي ابيه، يعني اقدر امشي عليه يعني. حلو حلو. لكن اوكي كمل. لا خلصت. انت غير متزوجه يا اختوده؟ منفصله. يعني لو تقدم حد اوكي ولا رافضه؟ لا يعني اذا كان زين، بس ما في تحمس شديد، بس اذا كان زين يعني. لا ان شاء الله يجي لك، يعني هيجي لك الهديه دي اللي قالت عليها جدتك، منام جميل وافسره لك الحين يا اختوده. حاضر. طيب الحلم الثاني سريعا بعد اذنك، تفضل. سريعا شفت الامير محمد بن سلمان كاني وانا ايوه الخط قطع. عاود الاتصال ثاني، بارك الله فيك. شكرا استكل. عاود الاتصال ثاني ان شاء الله. معنا محمد من راس الخيمه، السلام عليكم محمد. ام محمد الخط برضه، معلش يا جماعه الخطوط بتقطع، ضغط صلات كبير انا عارف، بيقولوا في كنترول. احنا نشرف بهذا التواصل بيننا وبينكم، نبدا ان شاء الله تعالى كده. بس انا يعني هغير شويه، اخد واحد فيسبوك وبعدين نرجع لل، عشان ما يزعلوش. بيقولوا لي يعني لو حلم واحد تبدا بيه. طيب بتقول شاركت البث، حلمت بامي المتوفيه تلبس ثوب ابيض، وانا اسالها واقول لها كيف وجدت الحال بعد الموت، يا الله عند الله، كيف وجدت الحال عند الله بعد موتك يعني، وهي تشير بيديها أن الحياة عند الله أحسن، وبعدها أشوف أني لابسة ثوبها التي كانت لابسها. يا الله فكرتني باتنين من التابعين لما قبل ما يموتوا تعرفين كانوا يقولوا لبعض إيه، الناس بتخاف على الدنيا وعلى الفلوس وعلى الأملاك والعمارات والبنات، دول بيقولوا لبعض إيه، اللي يموت فينا يظهر للتاني في المنام يقول له حصل له ايه، شو احواله مع الله، شوفوا اصدقاء. المهم مات واحد منهم، اعتقد مالك بن جثامه والصعب، مالك بن دينار والصعب بن جثامه. المهم ظهر لصاحبه في المنام بعد سنتين، قال له انت وين؟ ده انا بعد موتك انتظرت وادعي عشان اشوفك، شو احوالك، ليش طولت المده دي؟ قال له الزمن عندنا غير عندكم. قال له طب ليه يعني برضه الزمن طويل؟ قال له الان انتهيت من الحساب. بيسأله بيقول له ايه، وكيف وجدت ربك، شو كان حالك مع الله بعد موتك؟ قال له رد كلمة جميلة، يقول له ايه في المنام، قال وهل يكون من الكريم إلا الكرم. ده رحيم، ده كريم قوي.
فالمنام ده انت بتسألي أمك كيف حالك فقالت لك إن أنا ما عند الله أحسن، يبقى ده إشارة، لأن من فوائد الرؤى أنها تطمئن الأحياء على حال الأموات، كأنها بتقول أنا في حال أفضل. فاستبشري بهذا المنام، وصدق الله إذ يقول فرحين مستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. حبة الكرام، هجاوبكم عن أسئلة الفيسبوك واليوتيوب والاتصالات اللي جات لنا بعد ما نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل، فانتظرونا. أهلا بحضراتكم من جديد. أم سلطان من سلطنة عمان شافت في الحلم الأول شخصين واخدينها، فيهم واحدة امرأة يعني معروفة بالنسبة لهم، خدتهم لسوق قديم هي وأخواتها الخمسة، وكأن بتبيعهم في السوق. أنا أرى من هذا المنام أن البيع هنا قد يكون خطوبة وزواج وراء بعض إن شاء الله أو بالجملة. تستغربوش على فكرة، احنا نعرف عائلات جوزوا الثلاثة شباب للثلاث بنات من العيلة دي للعيلة دي، حصل يعني. سبحان الله، النصيب لما بيجي ربك لما يريد، سبحان الله. فإن شاء الله أرى من هذا المنام بيعكم في السوق، السوق هو الحياة، والبيع في السوق قد يؤول بأفضل وجه في التعبير، وهو أنكم ترزقون الخطوبة والزواج بإذن الله تعالى، لكن كتروا كده من الدعاء والصدقات يعني. حلم الثاني بتقول رأيت نفس المرأة بتقول ارموا نفسكم، بس اتقطع الخط اعتقد ام سلطان ما كملتش، قلت لها عودي الاتصال وسامحونا، ضغط صلاه هو اللي بيخلي الخطوط تقطع احيانا. ام عبد الرحمن من ابو ظبي بتقول حلمت ان زوجي رجع ماسك ورقه بيضه وايده الثانيه فيها كنافه، وكان الورقه البيضه عليها رسمه سمكه هامور مجسمه وفرحان بيها جدا. خلي بالكم السمك في المنام سواء مرسوم برسم او بارز او سمك حقيقي، بالذات سمك الني، كله يدل على الرزق والفرج بعد الضيق يا أخت أم عبد الرحمن. والرمز الثاني الكنافة في المنام، كل الحلويات اللي فيها سويت، فيها سكر يعني، كيك، شوكولاتة، حلويات، كنافة، مش عارف إيه، ده يدل على خبر سعيد تستلذ بسماعي بإذن الله، ربنا ينوله اللي هو بيتمناه أنت وهو. بالنسبة للحلم الثاني بتقول حلمت أنه سوبر ماركت، وبعدين في السوبر ماركت دوت قالوا لها روحي، اتصلوا عليها تعالي خدي هديه، لقيتها ميه زمزم وزيتون اخضر، فاستغربت المكان ده ازاي فيه ميه زمزم وزيتون اخضر. الرؤيه دي فيها حاجتين، اولا ربما ترزقي بعمره ان شاء الله انت وزوجك، تشربي هناك ميه زمزم كده. على فكره يا جماعه، اللي بيشرب ميه زمزم ويدعي باي دعوه مستجابه، فماء زمزم لما شرب له. نعم، احد الناس العلماء الكبار بيقول ايه، شربت ماء زمزم بنيه، اعتقد يمكن الامام ابن حجر العسقلاني، شربت ماء زمزم بنيه ان يكرمني ربي بعلم الحديث، فكان من اكبر علماء الحديث. فنشرب ماء زمزم بنيه معينه ان شاء الله تعالى. الزيتون بقى هو شفاء بعد مرض او رزق مال. نعم. طيب الاخت ديدو من سلطنه عمان بتقول حلمت اني طالعه فوق السطح وكان على ظهري صاروخ خدني للسماء، وبعدين المظله ما اتفتحتش فنزلت، ولكن كان عمود نور وفي سلكين كهرباء، مسكت ونزلت بسلام. وكان الرؤيه تقول يا اختي ديدو انها ازمه مرت بك فذكرت الله ودعوتي فصعد الدعاء الى السماء. هذا هو رمز انك طالعه على، هو ايه صاروخ طالع السماء؟ مش انت طبعا طالع السماء، ده هو دعواتك طالعه. لذلك يا جماعه حتى الاعمال الصالحه ربنا قال عنها ايه؟ والعمل الصالح يرفعه. كلام الطيب يرفع الى السماء والعمل الصالح يرفع الى السماء، فيبدو في ازمه وهتعدي بسلام باذن الله تعالى. اما الرؤيه الثانيه بتقول اختي شفتها انا وزوجي، اختي شافت، اختها شافت ان هي وزوجها، يعني الاخت ديدو وزوجها بيتجهوا يعني بيشربوا قهوه، وبعدين قالت لها بتقول له انت باجي شويه وتصير ابيض، هو مش زوجها طبعا، هي مطلقه منه، وفي حبوب في وشه، الحبوب في وجهه دي مال،
احفظوها كده يا جماعه، الحبوب البارزه في الوجه مال، مال له ولك، لان انت وجهه، حتى لو كنت مطلقه انت وجهه. سبحان الله، مش بيقول لك وجهتي؟ دايما وجهه الواحد مراته، ام عياله، سبحان الله. وتقول له تصير ابيض قد تتحسن اخلاقه وتصرفاته وطباعه، يمكن ده سبب انك انت ترجعي له ان شاء الله، والله اعلى واعلم. نور من ابو ظبي بتقول صديقتي كانت قبل كده صديقه، جات لي في المنام زعلانه وبنتها زعلانه، بنتها اسمها فرح وصديقتها اسمها تهاني، وهي حابه تسلم عليا وانا تركتها من يوم ما اتطلقت. المنام ده بيبين تهاني تدخل عليك امور فيها الناس تهنيك عليها من دلاله الاسم، فرح في فرح وسرور. لكن سبحان الله العجيب تعرفوه في علم التأويل، الخناق في المنام والشجار تفسيره صلح في الحقيقة. ليه؟ جبناها من وين؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة ها كأنه ولي حميم، بعد ما كانت عداوة بقت صداقة. الزعل في المنام رضا، فالست دي تقريبا هترضيكي، هتصلحك، هتقرب منك تاني. بعدين ما نربطش دايما، يعني انا بزعل من الناس اللي يعني انا بسميهم باللغه العربيه امعة، الناس اللي هي ايه، انا مصاحب فلان عشان ومصاحب فلان، فاقوم لما فلان دوت ازعل منه ومسيب ايه كل اللي انا مصاحبهم يعرفوه. ايه ده يعني؟ شو زي مثلا واحده حماتها زوجها زعل منها، اوكي، وملحمة تروح مخصمة مرات ابنها، ليه؟ عشان ابنها زعل منها. طب ليه؟ ايه علاقة ده بده؟ واحدة اتخصمت مع سلفتها، سلفتها يعني هي يعني مثلا هي انا مرات عمي، ومتيجي الام تقول لي ايه؟ انا مخصمة مرات عمك، اوعى تكلمها، ولا عمك ده متحرم علينا ما نكلموه. شو بتزرعي قطع الارحام من دلوقتي؟ انا مال انا؟ تتخصموا انتوا الكبار، لكن انا عمي ودي مرات عمي ازورها وأصل أرحمهم، فبلاش يعني الخلط ده. المهم، فإن شاء الله يا نورة ربنا يكرمك، إذا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أم محمد من الشرقة بتقول ابنها عنده 25 سنة بيبحثوا له عن زوجة حاليا، فحلم أنه أبوه طلب الكندورة بتاعته تروح للمغسلة وتتكوي، ها يعني كأنه بيدوروا له على زوجة، ها لكن الكندورة كانت زرقاء، هي دي الزواجة اللي ما تمتش أو الخطوبة اللي ما تمتش، البنت اللي ما عجبتوش. كلما كانت الكندورة للزوج أو للشاب بيضاء أو لونها فاتح دلت على إنها بنت ومخطوبة صاحبة خلق ودين. نعم، لون الأبيض لون ثياب أهل الجنة. فالحمد لله إن شاء الله خيرها في غيرها، يقولوا كده في المثل. أما بالنسبة للحلم الثاني بتقول حلم ابني إنه مع أصدقائه وجت جدته تخبز، جدته المتوفية تخبز له عيش يعني، ها خبز، وبعدين حضنته وصار يصيح. الصياح يؤول بالضد، الصياح في المنام فرح وسرور ابتسام، اما الخبز اللي بتعمله الجد، انتوا عارفين الجد والجده في المنام يعني ايه؟ رؤيتهم حظ ونصيب وحياه جد لصاحب الرؤيه، حياه جد يعني حياه فيها حظ حلو نصيب، فكون ان هي بتخبز عيش معناها ابنك ربنا هيرزقه ان شاء الله بالاسره والحياه والعيشه الهنيئه ما دام الجده ظهرت في المنام. سبحان الله، يقول لك كلام الجد والجده والاب والام في المنام بعد الوفاه غالبا حق، في نصايح وفي توجيهات. طيب بالنسبه لاختنا من السعوديه، الاسم يمكن دي مش عارف، المهم من السعوديه كانت سالتني، حاولت تفكرني بهدى، هدى من السعوديه بتقول ان انا في بيت الوالده وهي متوفيه الوالده واخوها متوفي معاها، بس هي جايه فرحانه متوفيه فرحانه، قالت لها اطلعي وفي شنطه، قالت لها اطلع، قالت لها لا استني في شنطه سفر خدي منها هديه، فطلعت حذاء ولقت شال والحذاء عجبها وكان مناسب ليها. طبعا يا اخت هدى انت مطلقه، فيبدو ان هناك زوج مناسب ياتي، لان كل ما تلبسه المراه اعزكم الله هو خاطب أو زوج. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ستر وغطى عليها الزوج، مفروض يعني مفروض ستر وغطى، مش مفروض أنه بيفضح الدنيا وبيحكي كل أسرار بيته لأصحابه شوية ولمه شوية ولأخته الكبيرة شوية وللبواب شوية. عارفين البواب؟ فيعني السواق شوية، أنت ناقص تحكي لمين؟ مش عارف ناقص تحكي لمين؟ ستات برضو
في ستات عايزه مش قطع عايزه قطع الصوابع اللي عماله تكتب على النت على المنتديات تشتكي جوزها، وعلى مواقع التواصل تشتكي واسرار بيتها طالعه. انت ما فيش تسليه غير نطلع اسرار البيوت يا ست، حرام عليك والله. صوابعك دي ربنا هيقيدها نار يوم القيامه لو انت فضلتي تعملي كده. حافظوا على بيوتكم. قضيه جايه لي من كام يوم، استشاره اسريه، فضلت تحكي لصديقتها جوزي جاب لي، جوزي سوالي، جوزي عمل لي، جوزي ما فيش زي، والثانيه طبعا جوزي ضربني، جوزي لطشني، جوزي طردني بره البيت. ثلاث شهور تحكي لصديقتها، بعد الثلاث شهور اكتشفت الزوج بيكلم صاحبتها، وجايه بقى تقول ايه؟ ده انا عايزه اتطلق. مين اللي غلطان؟ انت نازله حكاوي عن جوزك، جوزي جوزي، والثانيه بتقدم لها يعني محرومه من هذا الطعام الطيب. فاتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله في معلش انا يعني بيضغى عليا الاستشارات الاسريه في الحلقه غصب عني، مستشار اسري بقى يعني. فكده خلصنا، ناخد باقي الاتصالات. معنا مين يا حبيبي يا صاح؟ انت استاذ مهند الغالي. ها، ام محمد من راس الخيمه، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. اهلا ام محمد، اهلا بيك. الله يسلمك يا رب، الله يخليك. الله يسلمك. دكتور انا حلمت انه عزك الله رجلي الكبير اللي ضفر انقلع من مكانه. انت في صلاه عدت عليكي من يومين او امبارح او شيء فوتيها او اخرتي فيها وزعلتي؟ طلعات هي صارت طلعات يعني، لكن كان الضفر يوم انقلع من مكانه ما كان يألمني، ما كان يعورني، بالعكس كنت اضحك الطالعه من دهشه. يعني شو السبب؟ ليش انه ضفري يعني يوم اللي انقلع الضفر كان تحت ضفر صغير. في نفس الشيء. نعم. في فلوس كتير اتصرفت منك اليومين اللي فاتوا؟ هي نعم صح. مبلغ لكن متبقي منه شويه او رجع منه شويه صح؟ لا هو ما رجع منه شويه يعني، بس يعني باقي شويه. هتتعوض ان شاء الله. الضفر دايما يعبر عن المال، قص الاظافر مال طلع ومصروفات زياده، لما يتقلع ضفر يعني مبلغ كبير طلع مره واحده، ضفر نعم. صغير تحتيه يعني لسه فيه ان شاء الله خير، لسه في خير باذن الله يا رب. ان شاء الله. شكرا محمد، هلا وغلا. فسرت حلم محمد على طول اهو. وسام من الجزائر، السلام عليكم اخت وسام. هلا باهل الجزائر، مساء الفل عليكي. يعيشك يا استاذي. وانت كمان الله يحفظك. يعيشك دي نقول عليها ربنا يخليك بالمصري يعني. نعم استاذ. الله يسلمك يا وسام. الله يسلمك. استاذ مبروك عليك درجه الدكتوراه وايضا الله يسلمك يا رب. دعواتك. الله يسلمك يا وسام، بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضلي يا وسام. تفضلي. الله يسلمك. استاذ انا حلمت قبل ايام اني كنت في شارع في بيتنا القديم. ايوه. كان هناك ثعبان ملتوي ويلتصق فوق ثوبي. اوكي. ثوبي اسود. ايوه. لكنني لم اراه، راته وحده تعمل معي. اسمها سلاف. ايوه. نزعته عني يعني ما تولهتش، يعني لم أخذ نظر حتى وجدته يرجع مرة أخرى في ثوبي، لكنني لم أره مرة ثانية أيضا. وقام أخي سيف هو اللي نزعه مني يعني. أيوة. لكن جينا نقتلوها أستاذ، يعني قمنا بقتله لكن لم نقتله، هو قتلنا في مكانه خروف صغير. وقف إيش؟ جينا نقتلوها أستاذ. أيوة. لم نستطع قتله، ولا وكأنه تحول إلى خروف صغير. أيوة. طيب هو في شخص عايز يرتبط بك الأيام دي؟ مخطوبة أستاذ، وهناك مشاكل بزاف مع الخطيب هذا. الله يهديه. بس شكله كده يا وسام بعد ما كان في مشاكل وهي التي تعبر عن الثعبان، لكنه تحول إلى خروف صغير، هيتحول إلى إنسان أفضل وأحسن، والامور هتتصلح بينكم يا وسام. هذا واضح جدا. شر سيصير خير، لان الثعبان يلدغ اما الخروف يذبح ليطعم الناس، فشكله هيتحسن الامر ان شاء الله تعالى. لان انت على فكره حباه او مش حباه يعني استريحتي له حتى بعيوبه، بتقول انت كده كل الناس في عيوب، ليش انا مرضى بيه؟ صح كلامك؟ صح استاذ. استاذ كاين منامه واحده اخرى استاذ. كنا في بيت قديم ايضا، كان هناك فأر
فأر من تحت الباب يريد أن يمر، لكن أنا قلت يعني لن يستطيع المرور لأن المكان ضيق جدا، لكن هذاك الفأر والساد وكأنه دار يده هكا يعني رفع الباب بيده وعدى ودخل من تحت الباب، وهذا الخطيب تاعي حاول قتله برجله لكنه لم يستطع. هي حد يعني فعلته، نقول مش عايز اقول بالتفصيل يعني، مامته هي او اخته الكبيره يعني هي سبب بعض المشاكل؟ لا استاذ، كاينه مره واحده اخرى دخلت بيناتنا هي سبب في المشاكل. مين هي؟ مره واحده اخرى ما نبليش وش مهم استاذ، بلاش نقولها خلاص، واضح بس ان شاء الله ربنا يهديها، ربنا يهديها. حاضر، امين يا ربي. استاذ انا صليت من قبل استخاره واتصلت بك استاذ، اهدرت لك من قبل على واحد الحلم بصح ما اعطيتهولكش بالتفاصيل استاذ، هو تفصيل صغير جدا. ايش هو؟ هو استاذ انا كنت في محل بيع الاحذيه القديمه وعجبني استاذ حذاء قديم، لكنه يعني عجبني السعر تاعه هو 7000 دينار جزائري بالجزائري، لكن استاذ انا حبيته لامي لكن لقيته على مقاسي. تفصيل استاذ لي ما قلتهولكش انه هذاك الحذاء فيه خرزتين، خرزه زرقاء وخرزه ورديه. طب انت بتقدم لك حد متزوج قبل كده او مطلق وعنده عيلين؟ لا استاذ انا هكا فسرتها بصح استاذ جامي تقدم لي يعني واحد متزوج، هي شكلها لاني انا مطلقه بدون اولاد. شكله كده في حد يتقدم كان متزوج وعنده خرزه زرقاء وخرزه ايش؟ خضراء؟ ورديه. شكله عنده ولد وبنت والعلم كله عند الله. اللون الازرق لون الطفل، دائما نجيب للطفل لبس لبني ما يكون مولود جديد، واللون الوردي للبنات، فشكله عنده بنت وولد. بس هيعجبك سبحان الله، هيعجبك. العجيب انه اخلاقه ودينه هتعجبك. انت شوفي ساعتها اختاري وهيكون لك، بس الرؤيه بتبين لك انه ربما يحدث هذا، فاختاري صاحب الدين حتى لو كان متجوز قبل كده. ايه يعني ما بيكون شاب ما اتجوزش قبل كده بس يعني مقطع السمكه وديلها على راي المثل، مش سايب حد الا عرفه واتكلم دي وسولف مع دي. طب ما انا لو واحد كان متجوز سابقا ومطلق حتى لو عنده عيل ولا اتنين، بس صاحب دين وهيحافظ عليا ويعرف قيمتي وانا اكون شويه كبرت في السن، يعني مش عيب ان احنا بلاش الاباء يتشددوا قوي. قد يكون المتزوج سابقا ده افضل من 100,000 شاب يعني. وبعدين النهارده بصراحه عمله الزواج عمله نادره يعني، خلونيش اتكلم يا جماعه. فربنا يكرمك يا ست الكل بالزوج الصالح يا رب. شكرا استاذ، بارك الله فيك. شكرا اختي وسام. تقول يا مهند؟ ايوه فتح الله عليك. في حد؟ ام محمد من راس الخيمه ما شاء الله، عوضتوا انتوا الاسبوع اللي فات ما شاء الله. ام محمد السلام عليكم. كنا طالعين نشرب القهوه. هلا ام محمد السلام عليكم. ام محمد السلام عليكم. محمد مش معانا. طيب اللي خط قطع، معلش ضغط اتصالات يا جماعه سامحونا. طب ما ناخدش فيسبوك كده ولا حاجه؟ طب الله يخليك يعني، ولو حلمين عشان الجماعه هنا ايه يعني، انا العدد بيزيد معايا لما بكون يوم السبت ما شاء الله تبارك الله على الفيسبوك. شاركت البس حلمت رايت ان اقبل امي من ذراعيها اكتفيها، وأمي كانت بدون ملابس أمام الجميع، عمرها أصغر من الواقع، في ثوب مقلوب على قفاه بضبطه بعطيه لأمي بتلبسه، مطلقة ومغتربة عن أهلي وأنا وأمي ملتزمين الحمد لله. هو واضح أنك أنت هتكوني ستر وغطى على والدتك ببرك ليها وبأخلاقك معاها، وتقبيلك للأم فائدة مالية تستفيدها الأم. يبدو أن أنت ربنا يكرمك يعني، او ما زلت يعني تبعت لها مصروف او راتب شهري يعني، ربنا يكرمك ويبارك لك في برك بيها. شاركت البث بتقول حلمت اني 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 ابي بي بي ايه بي بيندهلي بيندهلي ايوه بيندهلي وانا عزباء، رايت من سنوات اني كنت واقفه امام بيت، لا ده دخل في حلم ثاني. شاركت البث لطيفه من المغرب، حلمت ان رايت منذ سنوات اني كنت واقف امام بيت جدتي رحمها الله، رايت شيخ من شيوخ الدعاء كانه شديد البياض الوجه والثياب، كنت انظر اليه بوضوح، كنت انتظر خروجه من الناحيه الاخرى للطريق، لم اره وادرت وجهي للناحيه الاولى التي رايت فيها، رايت عروسين جميلين ترتديان فستان العرس وانتهى
الحلم أدرس وعمر 34 سنة. المنام ده بيبين رؤية عالم من العلماء أو داعي من الدعاء في المنام يبين أنك ترزق العلم ونور الطريق والهداية بإذن الله تعالى. ورؤية عروسين في المنام بشرة إن شاء الله، مدام في عالم وعروسين يبقى بشرة بالزواج، والله أعلى وأعلم. والعمل، لأن عروسين يعني فرحتين، فرحة زواج وعمل. حبة الكرام، أجاوب على أسئلتكم اللي بعتوها إن شاء الله بعد البريك. نذهب إلى فاصل ثم نواصل، فانتظرونا. نسيت أقول لكم حاجة من أول الحلقة، والله والله جمهوري الغالي إني أحبكم في الله بجد، حب أخ لإخواته وإخوانه من المشاهدين في كل بقاع العالم. يعني ببقى قاعد في الحلقة حاسس إنه مهند ومخرجنا الغالي حطني على خريطة العالم، من السعودية للجزائر للإمارات. يعني أسعد بلقائكم والله جدا جدا. أختنا أم محمد من رأس الخيمة، أنت مرتين يقطع الخط. أختنا محمد، السلام عليكم. محمد، ألو. هلا يا محمد، وينك؟ عمالين ندور عليكي والله في رأس الخيمة. موجودين. مرحب بيكي. هلا وغلا. هلا وغلا يا ست الكل. السلام عليكم. عليك الحج. الله يسلمك ما شاء الله. الله معكم. منا ومنك عقبالك. آمين إن شاء الله. الله يسلمك يا محمد، تفضل ست الكل. دكتور عندي حلمين، مسموح لي ولا لا؟ مسموح لك، لأن انتظرناكي اتصالين قطعوا. تفضل استكمل. اول حلم دكتور، الوالد حالم بالجد، بجده. ايه، لكن مش جدي، جد الوالد، جد من طرف الام. ايه نعم، يدي انا من طرف الوالده. حلو. اوكي بس كده. كان عازم كان عازم ناس معاهم، ومن ضمن الناس اللي هو من طرفهم الجد كان ملابس وكاشخ ومتلبس، وبعدين جاي نسيبنا بعد. منو اللي كاشخ، الجد ولا زوجك؟ الجد، لا الجد مع النسيب. ايوه. بس النسيب مش الولد، الوالد النسيب. ايوه اوكي. والد انت. وعقب بعدين ياسي في البيت مع بعض، وكنا نطبخ وكذي ونسوي عيش ولحم وعيش. والجد قال خلاص يكفي، الوالد كان يقول يكفي الاكل خلاص. الله اكبر. والجد كان فرحان ومستانس هذا. لكن رد عليه الجد قال له لا ما يكفي، لازم نحن نعزم ناس وايد، ترى لازم نطبخ اكثر وغيره. والنسيب بعدين يا بناته، بس البنات، وكانوا يساعدونا بعد في الطبخ معهم، أربعة خمسة من بناته. جميل. كانوا مستانسين وفرحانين في البيت هنا معنا. منو عندك هيتزوج قريب يا محمد؟ الو، مين هيتجوز قريب؟ هيتزوج قريب ما ادري والله، اذا الله كاتب. والله باينه جدا. انت متزوجه محمد؟ ها هو للحين ما في شيء، يعني لا من ولد ولا من بنت. انت متزوجه؟ لا انا مش متزوجه. ايه يعني اسم محمد ده كده اسم مستعار، لانه اصل باين المنام. بس خلوا لك مفاجاه، خليكي معانا على الخط. انت بتشاهدي التلفزيون دكتور؟ مش الوالد حالم فيه، انا في الجد. ايه بعرف هو المنام بيبين. الجد متوفي الله يرحمه. بعرف المنام بيبين مناسبه سعيده. عندك يا ام محمد، انت قدام التلفزيون ولا في السياره؟ لا انا في البيت. في البيت. بس بعيد شوي، لكن الصدى. لكن شايفه التلفزيون يعني. ايه شايفه التلفزيون. خلاص خليكي بس اخد باقي الاتصالات واجاوبك على الاحلام. اوكي دكتور، الحلم الثاني. هلا تفضل. دكتور الحلم الثاني، هذا الحلم الوالد يحلم في الجد وايد، اللي هو من طرف الام وايد يحلم فيه، يتكرر مع الحلم اكثر من مره. ماشي. بس ما بنفس الحلم، يعني وايد يحلم في الجد. ايه ايه شو الحلم؟ الحلم بشكل عام انه وايد يتكرر معاه حلم الجد يجيله في المنام. بشكل عام. اوكي. إيه. ماشي حاضر است الكل، اجاوبك على الاثنين دول ان شاء الله. ومشكور دكتور، ان شاء الله يعطيك العافيه. تسلم ام محمد من راس الخيمه، بارك الله فيك. الله يسلمك. اخت امل من الجزائر، السلام عليكم. امل من الجزائر. سميه من الجزائر، السلام عليكم. لا سميه من دبي. يا الكنترول، شو الجزائر ودبي، احنا في دبي. هلا يا اخت سميه، مرحب است الكل. مرحبا يا دكتور. هلا وغلا بيكي، الله يحفظك. نور وبعيد شكري على هذا البرنامج الرائع. الله يكرمك، شرف لينا والله.
انتوا نوركم اللي بيطرح البركه في برنامجنا والله. الله يحفظك يا اسماء. الله يخليك ويسلمك ان شاء الله ويبارك فيكم وتغطكم وكل الناس. امين يا رب. تفضل اسماء. يا دكتور، انا دائما يوم اروح صديقه معينه ايه وانام في مكان معين اشوف احلام. اول حلم كنت انا اوريدي متصله عليك وانت طرحت اياه، كنت اشوف وقفه مكان واشوف سلم ما بين الارض والسماء ملتوي واشوف باب السماء مفتوح. وفعليا يعني هذاك الوقت كنت بشوف السماء كلها. يا الله. بس الحين ما اتذكرها. وادعي ادعي ادعي وكانه هذاك الدعاء غريب عجيب. يا الله. يعني ما عمري في حياتي يعني من هول الاشياء اللي جبتها هذاك الحلم. الحين قبل يومين نمت في نفس المكان إيه؟ وأشوف حالي في مكان جدا عالي إيه؟ كسط مثل سطح مكان بس جدا جدا عالي يوصل للسماء، وأشوف مخلوقات مثل الطيور، مخلوقات غريبة عجيبة نازلة من السماء شكلها شكل النسر ولا قط صقر ولا هيك. أوكي. غريبة عجيبة. يعني أنا حين أتكلم معك وأتذكر هذا الإحساس اللي جاني من كبد الهول، يعني جاني إحساس غريب. أول واحد كان هيك عن لونه أبيض وفيه أسبيتوات بريشة ويمشي يحلق بالسماء. ثاني واحد، هما كانوا ثلاثة، ثاني واحد موجود بالسماء وكأنه مسك مثل حجارة ولا شيء ورماه على الأرض. رماه على الأرض كأنه كان في بيت شكله مربع وانفجر هذاك البيت. وثالث واحد لونه مثل النمر، أصفر على أسود، وكان يقرب مني وهيك عم كأني عم شوف بعينه كبيرة عم يطالعني. وخلاص بعدين صحيت، ماني متذكرة باقي الحلم، بس يعني هذا الشيء اللي أنا. وده الأحلام دي تشوفيها سمية عند واحدة معينة من صديقاتك لما تنامي عندها؟ ها؟ إيه، وفي مكان معين في كنبة أنا يوم أنام عليها، هاي ثاني مرة يعني أنا مرتاح فيها كثير. صديق وهذه صديقتي من أعز الناس يعني. وملتزمة صح؟ مين؟ ملتزمة هي وتقرأ قرآن كثير؟ بنت محتسمة وملتزمة ومن خيرة الناس. واضح يا سمية، وأنت ما تتخيري عنها ما شاء الله عليكي تبارك الله. حاضر يا سمية، حلم عجيب. إذا بس إذا ما عندك، إذا ما عليك أمر ومن بعد إذنك إنك تشرح لي، لأنه مو ماني قدام التلفاز. حاضر استكل. الله يخليك. حاضر. يعني بشوف يا سمية، أولا لما الإنسان في المنام كأنه شايف نفسه باب السماء مفتوح، دي أول إشارة إلى أنك كأن الرؤية عايزة تقول لك دعاك يا سمية مستجاب. أصل باب السماء مفتوح لإيه؟ مفتوح لدعواتنا وأعمالنا الصالحة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والدعاء يصعد إلى السماء. ولذلك اللي بيأكد الكلام ده أنك أنت ربنا كرمك بالدعوة المستجابة، وكرمك ما شاء الله بأن السماء بتتفتح لدعاكي، بالذات لما تكوني عند صديقة ملتزمة في مكان في قرآن وفي ذكر. ها، وانت بتقولي بدعي بدعاء دعوات غريبه، وبعدين الدعوات دي جت طيور. الطيور في المنام اللي جايه من السماء هي ملائكه الله، لان الملائكه ربنا وصفهم في القران لهم اجنحه زي الطيور. سبحان الله، اللي ليه مثنى وليه ثلاث وليه. سيدنا جبريل اقوى ملك، النبي قال في الحديث الصحيح له 600 جناح. والجناح الواحد لو ضرب به الارض لا سبحان الله من قوته. طيب، في ثلاث طيور، الأبيض الطائر الأبيض وكأنه ملك يحرس المؤمن. ربنا يكرمك بحراسة، لأن إذا في ملائكة تحرسنا طبعا. القرآن يقول إيه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بيبقى الواحد سايق السيارة كده وخلاص هيعمل حادث، يلاقي ديل حالها كده تتحرك وتعمل السيارة يمين يسار وينجو. مين اللي نجاه؟ رب العالمين بملك يحميه. فربنا يكرمك فيه، يعني يحميك بملائكته. لكن الطائر الثاني اللي على شكل طائر بيرمي حجر على الأرض وبيت كأنه انفجر، كأن ربنا بيقول لك كل من ظلم، كل من افترى، هناك ملائكة الله تأخذ حق المظلوم في يوم من الأيام. زي ما ربنا سلط طير أبابيل على اللي عايزين يهدموا الكعبة، قادر ربنا يسلط على كل اللي يفتري ويظلم كده. الثالث بقى اللي شبه النمر اسود على اصفر وبيقرب منك وعايز يضايقك،
دوت الشيطان سبحان الله يحوم على الأرض وأحيانا يطير وهكذا، يريد أن يؤذيك ولكنك بالقرآن تحمين نفسك. المنام عجيب وبيعبر عن رموز إن كانت تدل على شيء فإنما تدل يا سمية على أنك أنت في طريق الله، ولكن إن شاء الله تستمر في هذا الطريق حتى تكيد الشيطان ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بارك الله فيك يا سمية. شكراً جزيلا. شكرا. أنا عارف سمية دموعها نزلت في التفسير، أنا واثق يعني. طيب ناخد، طبعا فسرت الحلم بتاع، لا أم محمد ما فسرتش حلمها الحقيقة. بتقول الوالد الوالد بيحلم بجده وجده من الأم كتير. طبعا رؤية منام أو شخص معين متوفي بشكل كتير في المنام ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على أنه الشخص ده يعني نصائحه كجد مفروض أعمل بيها طالما لا تخالف الشرع، لأنه كلام الجد في المنام غالبا بيكون حق من دار الحق. كويس؟ أما المنام الأولاني الواضح بقى ان الوالد كان كانه الجد والوالد دوت حازمين حد وناس كتير، والجد لابس ده فرحان لبسه الحلو الكشخه يا جماعه بلغه الامارات، يعني لابس متزين لبس حلو يعني اللي بيسمعونا من مصر وباقي الدول. وبعدين جابوا بقى طبخ ولحم وعيش وبنات بتساعدوا، عزايم واضحة جدا جدا في سورة في القرآن اسمها سورة المائدة، وإذ قال عيسى ربنا اللهم اجعلنا مائدة تكون لأولنا وآخرنا عيد. العزائم والولائم في المنام بشرى بفرحة ومناسبة سعيدة تدخل على عيلة إن شاء الله، زواجك أنت يا أم محمد لأنك أنت غير متزوجة أنت قلتي، أو زواج حد من إخواتك، والعلم كله عند الله عز وجل. والجد فرحان لأن المتوفى بيفرح بفرح أهله. قبل الدقيقتين ما يخلصوا نروح على الفيسبوك ونقول شاركت البس حلمت أنه اشتغلت لا ده قلنا ده وتقولنا آية الكرسي. ليلى كريم شكرا ليلى على بتقول لكم شاركوا البس، شكرا ليلى على المتابعة بارك الله فيك. حاملة المسك، حاملة المسك الحلم طويل قوي. طيب ناخد المتيقنة بالله تقول السلام عليكم، حلمت أني كنت درج في أرض خضراء فوجدت ثعبان رمادي راح تبعني حتى البيت، فراحت ابنتي ترش بمزيل الروائح وتقتل وقتلها لا يموت الثعبان إلا بسكين أو مقصلة، أنا متزوجة. طبعا الثعبان يعني حسد أو عين، ربما تحتاج إلى أن تركوا نفسكم بالقرآن وقيام الليل والصدقات. حبة الكرام بهذا المنام من الفيسبوك نأتي لنهاية حلقتنا، وكنت أتمنى أفضل معكم للفجر لأني حقيقة أسعد بالتواصل مع جمهوري عبر العالم كله وعبر الخليج العربي، جمهور برنامج أبشر بالخير. شكرا لقناة الفجيرة، شكرا للإدارة، شكرا لفريق العمل المتميز من مخرجنا من معدنا للشباب المصورين اللي معايا في الاستوديو الكنترول بأكمله، أشكرهم جميعا يعني دون ذكر أسماء لأني لا يحضرني جميع الأسماء، وأشكر جمهوري وأذكر كل من يسمعني يا صاحب الهم دوما أبشر بالخير.